إلى كينيا التي شهدت مؤخرا إنجاز مشروع السكك الحديدية التي تربط بين موماسا ونيروبي باعتبارها أول خطوط السكك الحديدية التي تم إنشاؤها في كينيا منذ استقلال البلاد، وكذلك تعتبر إحدى ثمار التعاون بين الصين وكينيا. وجدير بالذكر أن عملية الاختبار الشامل هي المهمة الأهم قبل المباشرة بتشغيل السكك الحديدية. دعونا الآن نتابع تقرير لنتعرف على تفاصيل هذه العملية. هذه غرفة التحكم في محطة نيروبي الجنوبية، حيث يقوم المشغل بإجراء آخر الاختبارات الشاملة للسكك الحديدية. هذا هو النظام المركزي لمراقبة حركة المرور على السكك الحديدية، وإن التشغيل منتظم فإن كل ما نحتاجه هو هذا النظام المركزي والمنسقين، إضافة إلى بعض الأعمال اليدوية على جانبي المحطة، وهكذا يمكننا أن نقوم بعملية تشغيل اعتيادية للسكك الحديدية. تولت الشركة الصينية لإشارات السكك الحديدية واتصالاتها توفير أنظمة الإشارة وخدمات التركيب لخط السكك الحديدية بأكمله. ومن الجدير بالذكر أن النظام المركزي لمراقبة حركة المرور قد طورته الصين بمفردها، ويستخدم الآن في السكك الحديدية الصينية على نطاق واسع. كانت بعض المعدات مثل النظام المركزي هو الأكثر تقدما في الصين، وتستخدم في السكك الحديدية الصينية الفائقة سرعة. وحول نمط الإدارة والتشغيل، فقد جمعنا الميزات الموجودة في السكك الحديدية العادية مع ميزات السكك الحديدية الفائقة سرعة لإنشاء نمط يتوافق مع الظروف المحلية في كينيا. في أهم الاختبارات الشاملة، انطلق القطار من محطة نيروبي الجنوبية متجها إلى محطة إيمالي على بعد أكثر من 200 كيلومتر، ليمر القطار بمحطة نهر آثي بسرعة بلغت 120 كيلومترا في الساعة، وهي السرعة التصميمية القصوى لقطار الركاب بعد بدء تشغيل خط السكك الحديدية. إنه لأمر مدهش أن نرى القطار القادم بسرعة فائقة تبلغ 120 كيلومترا في الساعة، وبالمقابل كانت قطاراتنا العادية تسير ببطء جدا. وفقا لأداء فريقنا ومعاداتنا في الاختبارات التي دامت أسبوعا، فإننا نتحلى بثقة تامة لمباشرة عمل تشغيل تجريبي وتشغيل رسمي فيما بعد. وهكذا وبعد سنتين ونصف من أعمال التشييد، انطلقت أولى الرحلات من مومباسا متجهة إلى نيروبي صباح الأربعاء الماضي.